السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتسأل أصلا الحاجة دي اللي احنا بنعرضها في بعض الأحيان اتطرزت إزاي، وعايزين يعرفوا أصلا مسألة التطريز دي بتبقى إزاي. هي المسألة مش سهلة، وخاصة اللي هو شغال على المكنة. يعني اللي أنا هعمله دلوقتي قدامكم أي حد هيعمله. يعني إيه؟ دي رسمة أهي باينة قدام حضراتكم. الرسمة ديت ببقى واخدها من على الإيه؟ يعني أصلاً لو يعني ما إما إن هي تترسم بالإيد، أو بتاخدها مثلاً على الكمبيوتر، بتاخدها من أي مكان أصلاً في الرسومات دي أهي. تمام؟ أي يعني أنا بينتها قدام حضراتكم الرسمة أهي. تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ دي بتترسم على ورقة زبدة. ورق الزبدة اللي هو اصلا موجود في الموسكي، ده بتكلم على اساس عندنا في مصر، يعني المكاتب الكبيرة. الفرخ اصلا كان ب150 قرش وب75 قرش، دلوقتي وصل ايه؟ 10 جنيه الفرخ دوت. تمام؟ باخد الرسمة ديت برسمها زي ما حضراتكم شايفينها كده، وبنبدأ نخرمها. يعني إبرة رفيعة من إبر الخرز، وتبدأ إيه؟ ده كله متخرم. يعني إحنا لو كبرنا الصورة كده أهي، هيبدأ يبان لك إيه؟ التخريم بتاعها. شايف أهو بدأ يبان التخريم، اللي هي الخرام الصغيرة ديت اللي موجودة. تمام؟ وببدأ بقى بعد كده أروح حاططها على الإيه؟ على القماش اللي زي كده، وماسكها كويس. يعني تلاحظ إن هي ممسوكة بالإيه؟ بتقلات من الناحيتين. وببدأ بقى ايه؟ ده خام. الخامة ديت بتبقى حاجة اسمها زنك. زنك ده اصلا بيبقى ايه؟ موجود عند الموانين اللي هم بيبيعوا ايه؟ المواد اللي هي خاصة بالدهان. وبيتحط عليه كيروسين او جاز، بس الجاز العادي مش الجاز اللي هو اصلا موجود عند الموان، لان في حاجة اسمها جاز ابيض بيتحط عليها. تمام؟ لا ما يتحطش على ده، لا ده الكيروسين العادي خالص اللي كان بيتولع بيه اصلا البوابير الجاز عندنا في مصر زمان وكلام زي كده. تمام؟ موجود يعني. بعد كده بيتحط على الزنك ده، ماشي، وهو اللي باين قدام حضراتكم كده. وبعد كده بجيب اصلا يعني ديت اصلا اما ان هي بنسميها رولة، بقرة قديمة، وبحط فيها سفنجة وبتتعمل بنفس الشكل كده. وببدأ بقى ايه؟ امسك كده معايا بعد اذنك يا سنة. باجي بقى بالرولة دي، بروح واخد من هنا واروح ايه؟ مخليش فيها جامد، وببدأ ايه؟ على الاخرام. فبالتالي لما بعمل على الاخرام ديت ايه اللي بيحصل؟ الرسمة نفسها بتبدأ الاخرام دي ينزل من خلالها السائل اللي احنا عاملينه دوت، اللي هو الزنك والجاز دوت، فتبدأ ايه؟ تطبع على القماش. تبدأ ايه؟ تطبع على القماش بنفس ايه؟ بنفس الشكل ده كده على الاخرام اللي احنا ايه عاملينه، وخاصة اذا كانت الخامة ايه؟ سودة زي كده. وبعد كده ايه؟ قبل ما اشيلها بروح ماسح الاثر بتاعها اهو كده. لما اجي انا اشيل الكلام ده هتبص تلاقي ان هي ايه؟ طبعت على الايه؟ على القماش من تحت بنفس ايه؟ بنفس الشكل اللي انت شايفه ده. يعني نفس الرسمه هي اللي ايه؟ اللي طبعت على القماش بالشكل ده كده، ماشي. ويبدا بقى هو ياخدها. يعني ده كله سهل، ده كله سهل ان انت تعمله، ان انت ترسم الرسمه وتخرمها وتعملها وتطبعها على القماش كده، ده سهل. الصعوبه بقى ايه؟ شغل على المكنه. شغل على المكنه دوت عايز سنين وسنين ان انت تعرف تظبط حاجه زي كده. يعني انا اصور لك وهو شغال فيها، يعني خليه يعمل لك مثلا الجزئيه دي بالوانها، وتشوف الجزئيه دي خدت من ايد وقت قد ايه، وهو هيكلمك واحنا بشغالين برضو يعني ايه ازاي اصلا دي بتتعمل، ازاي بتفتح العرض بتاع المكنه، ماشي دوت. بس بناء على ايه؟ بناء على طلبكم. لكن المساله سهله؟ لا المساله مش سهله، عشان نبقى عارفين مع بعض. تمام؟ انا بس علشان ان في ناس طلبت كتير بتقولك وانتوا عاملين التطريز ده ازاي؟ انت علمنا التطريز. التطريز زي ما بقولك مش سهل. تمام؟ انا وريتك بس المبادئ الاساسية اللي احنا بنشتغل بيها. تمام؟ وريتك ايه المبادئ الاساسية اللي احنا بنشتغل بيها، وهو هيبدأ ايه؟
يحط الحاجة دي قدامه على المكنة وهيوريك هو بيشتغل ازاي، بس هتاخد منه وقت، يعني هيعمل لك مثلا جزئية صغيرة كده، شوف هتاخد منه وقت قد ايه، شوف الالوان اللي هو بيشتغل بيها تمام، وهو هيكلمك برضو اللي هو شغال على المكنة هيكلمك هو عملها ازاي تمام. كده يبقى دوت بس ايه يعني فيديو اولاني او مبدئي لازاي ان انت تعمل ايه رسم التطريز. ما تنساناش من صلاح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنطلب من حضراتكم، الدلع على الخير كفاعل هذا الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا ويبقى فيه تشعب في المساله نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله، يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض، بس على اساس ايه ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضيها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء، فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنطلبه من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدلع على الخير كفاعل ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم، الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدلع على الخير كفاعله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.